رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم معدلات الصادرات المصرية إلى الخارج. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، منفذ رفح يكثف عمله لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة ولمرور المصابين والعالقين. شكري يؤكد العمل مع تركيا لتحقيق الاستقرار بالمنطقة ويعبر عن قلق مصر من التصعيد القائم. سلام الله عليكم. السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، بدايتها مع دارين مصطفى. أهلا بك دارين. شكرا رميحي، أهلا بحضراتكم مشاهدينا. ومن العناوين إلى تفاصيل النشرة، تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود تعزيز معدلات الصادرات المصرية من القطاعات الإنتاجية المختلفة عبر ميناء دمياط، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تعظيم معدلات الصادرات المصرية إلى الخارج، والتأكيد على ضرورة تحقيق استدامة الموارد من العملة الصعبة، والذي يعد التصدير أحد أهم مواردها. شهد مدبولي تصدير شحنات كبيرة من مختلف القطاعات الإنتاجية، كما تفقد عددا من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالميناء في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وخلال مؤتمر صحفي بميناء دمياط، أكد رئيس مجلس الوزراء أن التطوير الذي يحدث بالموانئ المصرية غير مسبوق. التطوير اللي بيحصل في كل الموانئ المصرية هو تطوير يعني الحقيقة غير مسبوق، وزي ما شفنا مواني زي السخنة ومينا اسكندرية والتطوير اللي تم فيهم النهاردة، الحقيقة كنا بنتابع مع يعني معالي وزير النقل التطوير اللي بيحصل في مينا دمياط، وتم عرض طبعا الخطة الكبيرة اللي بتحصل لهذا المينا ان شاء الله بالثلاث محطات الكبار اللي هيبقوا موجودين، ويمكن احنا واقفين قدام محطة منهم وبنتابع الشغل اللي فيها. احنا عندنا محطة تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2، وان شاء الله يمكن اول محطة منهم هتبدأ العمل زي ما شفنا كده، وتشرف فخامة الرئيس بافتتاح المحطة اللي كانت موجودة في مينا اسكندرية، هتبقى على نفس المستوى ان شاء الله هنا في مينا دمياط بإذن الله ابريل 2025. كما أكد مدبولي أنه قد تم التعاقد مع شركات عالمية من أجل إدارة وتشغيل ميناء دمياط، مشيرا إلى أن هناك حرصا على أن تكون المنظومة متكاملة من خلال وجود منطقة مستودعات ومنطقة لوجستية وميناء جاف وخط للسكة الحديد لربط نقل البضائع. بنبقى على طول حريصين بمجرد او قبل حتى ما ننتهي من اعمال التنفيذ والتنميه اللي موجوده في المينا، بنكون تعاقدنا مع الشركات العالميه اللي تدير وتشغل معانا هذا المينا. نفس الكلام هنا تم مع واحده من اكبر التحالفات العالميه علشان يبداوا على طول معانا تشغيل المحطه ان شاء الله، وبداوا بالفعل. الاهم زي ما كنت بتناقش مع معالي الوزير، احنا بنتكلم ان المنظومه كلها تبقى منظومه متكامله، مش فقط مينا، لكن لازم يكون معاه خط سكه حديد عشان يربط، لان ده بيبقى روح المينا ان يبقى فيه خط سكه حديد عشان يربط نقل البضائع من والى داء المينا. يبقى معانا منطقه لمنطقه مستودعات ومنطقه لوجستيه ومينا جاف تبقى موجوده ايضا مع المينا. وهنا ميزه دمياط طبعا انه غير ان هو مينا بحري، ايضا هناك قناه نيليه علشان بتدخل على طول لداخل الدوله المصريه. فالحقيقه المينا هنا الحقيقه مينا متكامل، والاهم ان بيتم تنميته ان هو يبقى مينا ذكي ويبقى بيدار على اعلى مستوى ان شاء الله، وزي ما هنشوف الفتره الجايه. كما اكد مدبولي ان ميناء دمياط به بضائع للتصدير لكل دول العالم، وهو شيء تفخر به الدولة المصرية. أهم حاجة يمكن البضائع اللي احنا تفقدناها، وده شيء مفرح، دي كلها بضائع مصدرة، بضائع تصدير من كل المصانع المصرية. ويمكن لو حضراتكم تابعتوا هنلاقي كل حاجة بدءا من الحاصلات الزراعية الفريش أو الطازجة لغاية الحقيقة كل الصناعات اللي ممكن نقول عليها صناعات مهمة، صناعات بتروكيماويات، صناعات أثاث،
صناعات حقيقة متقدمة، والحاجة الشيء اللي يفرح أيضا إنها مصدرة لكل دول العالم، يعني حاجات كتيرة مصدرة للولايات المتحدة الأمريكية، لأوروبا، لأفريقيا، للشرق الأوسط، لتركيا. فالحقيقة يعني النهاردة هو ده دورنا النهاردة، ان احنا نشجع بقدر الامكان عملية التصدير، وده زي ما اتكلمت يمكن واحنا في بورسعيد ده شغلنا الشاغل كدولة ان شاء الله في المرحلة القادمة بإذن الله. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط. شملت جولة رئيس الوزراء بالمصنع تفقد خطوط الإنتاج والاطلاع على سير العمل في مراحله الإنتاجية المختلفة. وخلال زيارته للمصنع استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول شركة ومصنع مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والذي يعد أكبر مصانع الأسمدة النيتروجينية في مصر. كما التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع، مشيدا بجهودهم الكبيرة خلال العملية الإنتاجية لأحد أهم مصانع الأسمدة في مصر. وخلال جولته بمحافظة دمياط تفقد رئيس الوزراء شركة شومان لإنتاج ماكينات البلاستيك بالمنطقة الصناعية بدمياط. أكد مدبولي أهمية قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات، فضلا عن توطين مختلف الصناعات محليا وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تعوض عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة باعتباره شريكا أساسيا في المشروعات التنموية. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع إسكان جنة بمدينة دمياط الجديدة. وأكد مدبولي أن الدولة حريصة على توفير وحدات سكنية تلبي جميع احتياجات المواطنين خاصة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة، والتي تستهدف إنشاء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث يقام المشروع على مساحة 33 فدان، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 100%. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نادي وشاطئ قادرون لذوي الهمم بمدينة دمياط الجديدة. التقى مدبولي مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم، أثنى على عزيمتهم وأدائهم المميز وتفوقهم الرياضي. هذا ويستهدف المشروع تقديم خدمة متميزة لذوي الهمم، كما يعد أول شاطئ متكامل يلبي كل احتياجات ذوي الهمم، وتم تنفيذه وفقا للمواصفات القياسية. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل دمياط من ناحية شطأ. وقال مدبولي إنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات، يحرص على التعرف على أرض الواقع ومعدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، سعيا لسرعة دخولها الخدمة بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء في إطار جولته بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة أحد مصانع منتجات الألبان والأغذية. يوفر المصنع منتجاته للسوق المحلية ويصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وقطر والإمارات. وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على الاستماع إلى وصف حول العمليات الإنتاجية والتصنيع للمنتجات الخمسة ومكوناتها الأساسية وكيفية تصنيعها، فضلا عن إجراءات التعبئة والنقل وظروف التخزين وفترة الصلاحية للاطمئنان على سلامة المنتجات. We'll be right back.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكثف منفذ رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. أفاد مراسلنا بأنه تم إدخال 60 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح السبت 20 أبريل، فيما أغلق معبر كرم أبو سالم للعطلة الأسبوعية. هذا وتم دخول 4 شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح في مستقبل المعبر السبت 20 أبريل، وحتى الآن 42 مصابا فلسطينية و102 من المرافقين. أفاد مراسل أكسترا نيوز بأن إجمالي عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة من منفذي رفح وكرم أبو سالم بلغ 3315، وذلك خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى السبت 20 أبريل. كما أفاد مراسلنا أن إجمالي عدد شاحنات الوقود التي وصلت قطاع غزة خلال نفس الفترة بلغ 150 شاحنات، وهي 75 شاحنة غاز و 29 شاحنة سولار، بالإضافة إلى شاحنة بنزين. وللمزيد ينضم إلينا من معبر رفح البرية مراسل أكسترا نيوز الزميل عبد المنعم إبراهيم. عبد المنعم، أهلا بك إلى هذه الجولة الإخبارية، وماذا عن تفنيد شاحنات المساعدات النافذة إلى قطاع غزة لديك؟ أهلا دارين وأهلا مشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان. نبدأ الحديث عن حالة معبر رفح اليوم السبت الموافق 20 أبريل بالجهود المصرية الخالصة في نقل المصابين من الأشقاء الفلسطينيين والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي ونتيجة آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي تشن غاراتها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. حالة المصابين والجرحى تمكنت هيئة الإسعاف المصرية من نقل ما يقرب من 42 مصابا، بالإضافة إلى 102 مرافق تمكنوا من الدخول إلى الأراضي المصرية. وقدمت هيئة الإسعاف المصرية والأطقم الطبية المصرية التشخيص الأولي والإسعافات الأولية إلى هذه الحالات، وتم نقل هذه الحالات إلى المستشفيات التي خصصتها الدولة المصرية وخصصتها القيادة السياسية لمعالجة الأشقاء الفلسطينيين من مصابي الحرب ومن يتلقون العلاج. بالطبع تمكن هؤلاء المصابين من الدخول إلى الأراضي المصرية، ونقلتهم هيئة الإسعاف المصرية إلى المستشفيات التي خصصتها الدولة المصرية في محافظة شمال سيناء ومدينة العريش بالتحديد، وعدد أيضا من المحافظات خصصت وزارة الصحة المصرية مجموعة من المستشفيات للتعامل مع هذه الحالة. أما عن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، حدثنا عبد المنعم عن سلاسل دخول المساعدات، وهل هناك تعقيدات من الجانب الإسرائيلي؟ نعم دارين، دخول المساعدات اليوم تمكن ما يقرب من 60 شاحنة مساعدات من الدخول عبر ميناء رفح البري إلى الأشقاء في قطاع غزة، وأربع شاحنات بالإضافة أيضا إلى 4 شاحنات غاز، وهذا هو عدد قليل جدا. وتقف الشاحنات مصطفى أمام الجانب المصري، وهناك أيضا هذا العدد القليل اليوم نتج عن العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر في الجانب الفلسطيني. بالطبع هذه العراقيل هي من تسببت في تقليل عدد الشاحنات اليوم في الدخول. إذا تحدثنا عن الدخول الشاحنات، كما أوضحنا هناك 60 شاحنة تمكنت من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى 4 شاحنات غاز تمكنت من الدخول أيضا إلى الأراضي الفلسطينية لدعم القطاع الصحي في غزة، وأيضا لمساندة الأشقاء ودعم الأشقاء في قطاع غزة. هذه هي أبرز
المعلومات التي تواجدت لدينا. دارين أعود إليك إذا ما كان لديك أي استفسار آخر. أشكرك شكرا جزيلا الزميل عبد المنعم إبراهيم من أمام منفذ رفح البري، شكرا لك على هذه الإضاءات. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، كثفت القوات المسلحة أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، وواصلت القوات المسلحة جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الأسابيع الماضية، فيما تقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإسقاط المساعدات على المناطق التي يصعب الوصول إليها بقطاع غزة. ونتوجه اليوم إلى الشعب الفلسطيني كله المرابط على أرضه والصامد فوق ترابها بتحية تقدير وإجلال، ونقول لهم إن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة. كل أخ عربي استمراراً للجهود المصرية الفاعلة على كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل العمليات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية، واصلت القوات المسلحة جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الأسابيع الماضية، حيث تقوم عناصر قوات المظلات بالإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات، والتي تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي يتم تقديمها من الهلال الأحمر المصري وإعدادها للإسقاط الجوي باستخدام المظلات. كل أخي عربي تقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعاتها اليومية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات على المناطق التي يصعب الوصول إليها بقطاع غزة، وفقا لمنظومة عمل دقيقة وحسابات معقدة بما يضمن وصولها لمناطق الإنزال المخططة شمال قطاع غزة. كل أخ عربي يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية والدولية لضمان إنفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتضميد جراحهم ومنحهم الأمل في ظل تدهور الأحوال المعيشية والإنسانية داخل القطاع. التقى وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية اسطنبول، ونقل شكري خلال اللقاء رسالة شفهية من الرئيس السيسي، فيما عكس اللقاء الحرص المتبادل لدى البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كل المجالات وتعزيز آلية التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعمل مع الجانب التركي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان شدد شكري على ضرورة وقف التصعيد بين دول المنطقة. سعيد بأنه خلال الفترة الماضية تكثفت اللقاءات فيما بيننا
والزيارات المتبادلة، فقد زرت في خلال فترة وجيزة أنقرة وإيطاليا والآن في هذه المدينة الجميلة اسطنبول، وهذا دليل على التوجيهات التي صدرت خلال اللقاءات التي جمعت والاتصالات التي جمعت بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بالعمل المشترك على توثيق العلاقات الثنائية والتعاون في نطاق الاهتمام المشترك بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وعبر شكري عن قلق مصر من التصعيد القائم في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر تطالب بحل المشاكل دائما عبر الحوار وفي إطار الشرعية الدولية. قلقون من التصعيد القائم، ومنذ البداية حذرنا بأن الحرب في غزة سوف تؤتي باتساع رقعة الصراع والتوتر في المنطقة، وشهدنا ذلك في ما أتى من استهداف للملاحة في البحر الأحمر وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، والآن هذا التوتر والتصعيد العسكري فيما بين إيران وإسرائيل، وطلبنا الطرفين بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى إطار أوسع من المواجهة العسكرية سواء المباشرة أو الغير مباشرة فيما بينهما. هذه الأمور لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، لا تخدم مصلحة الاستقرار في المنطقة، وإنما تؤدي إلى مزيد من التوتر والأثار السلبية على شعوب المنطقة. نعمل بكل الوسائل من خلال الاتصالات لتجنب أن يتفاقم هذا الوضع. وأكد شكري حرص مصر على رفع مستوى التعاون التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار وفق ما تم الاتفاق عليه بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها البلدان. نحن سعداء بما شاهدناه من تطور في العلاقة التجارية في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعندما تفضل فخامة الرئيس أردوغان بزيارة القاهرة ولقائه مع السيد الرئيس كان من ضمن الأهداف التي اتفق عليها، هو الطموح بأن تزداد هذه العلاقة التجارية بحيث يصبح التبادل التجاري فيما بيننا إلى 15 مليار وما يتجاوز ذلك، والإمكانيات متاحة في البلدين وهناك مجالات للاستخلاص المصالح والتكامل الذي يصب في مصلحة البلدين، وعلينا أن نعمل على ذلك. كما أكد شكري أن استمرار الحرب على غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أمر مرفوض. من ثم كان تركيزنا أيضا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وفي مقدمتها وضع الحرب القائمة على غزة والأثار المدمرة على الشعب الفلسطيني، على القضية الفلسطينية، عدد الضحايا الفلسطينيين، الضمير العالمي أن يستمر في استيعاب هذا العدد من القتلى الذي بلغ 33 ألف وحوالي 100 ألف مصاب إصابات خطيرة، واستمرار هذه الحرب دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، دون توفير المساعدات الإنسانية بالقدر الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني في غزة، العمل استمرار العمل على التهجير ونزوح الفلسطينيين عن أراضيهم كلها أمور يجب أن يتم التعامل معها بالجدية اللازمة، ويجب أن يكون هناك مسار سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 67 وأن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية. كما أكد شكري أن مصر تقوم بجهد مضن لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة، مشيرا إلى تعرض تلك المساعدات لمعوقات إسرائيلية كثيرة، كما شدد على ضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الكافية إلى قطاع غزة. مصر تقوم بجهد مضني في مسعاها لتوفير المساعدات للمدنيين في غزة، وقد
تعرضنا منذ البداية لإعاقات من إجراءات إسرائيلية من استهداف عسكري للمعبر، ونسير بالتعاون مع شركائنا الدوليين في إطار أهمية أن تطلق المساعدات بالكميات المطلوبة للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني. في العريش أقمنا مركز لتجميع المساعدات من كل دول العالم، من ضمنها المساعدات التركية. عملنا على التفاهم مع الجانب الإسرائيلي للسماح بتخفيف الإجراءات التي أسهمت في الحد من نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة بقدر الإمكان، ولكن بالتأكيد أننا غير راضيين عن حجم هذه المساعدات والإجراءات التي تتخذ لعدم نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة. من جانبه قال وزير الخارجية التركي إن بلاده على تنسيق كامل مع مصر بشأن الأوضاع في غزة، مشيدا بما تقدمه القاهرة من دعم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ناقشنا القضايا الإقليمية في اجتماعاتنا اليوم، وطبعا بما في ذلك موضوع غزة مع السيد شكري. تناولنا موضوع مجموعة اتصالات مجموعة التماس، وفي نفس الوقت الحوار بيننا في مجال الثنائي فيما يتعلق بغزة. لدينا تنسيق واستشارات وآلية في هذا الموضوع منذ بدء الأزمة، وبشكل منتظم نعمل بشكل جيد وبشكل منسق بيننا، وخاصة في غزة. طب تعلمون مدى الخطورة التي وصلت إليها خاصة منطقة غزة، وأيضا في موضوع المساعدات الإنسانية، ما هي الأمور التي يمكن أن نقوم بها ننفذها معا، وما هي الأساليب التي يمكن أن ننفذها. هذه المواضيع تناولناها بشكل مفصل. وشدد وزير الخارجية التركي على أن التعاون بين أنقرة والقاهرة له فائدة كبيرة للشعبين والمنطقة، مشيرا إلى اتفاق بلاده مع مصر بشأن وحدة ليبيا. هناك بين تركيا ومصر ساحات تعاون مهمة جدا، موضوع ليبيا وموضوع السودان، الصومال وأثيوبيا. في نفس الوقت وجدنا فرصة بأن نتناول هذه المواضيع. طبعا فيما يتعلق بليبيا، نحن نولي أهمية كبيرة للاستقرار ووحدة ليبيا، وكيف نقوم بالإسهام معا في ذلك، كيف نعمل بشكل منتظم في هذا، ما هي المقترحات التي يمكن أن نقوم بتنفيذها. وجدنا إمكانية في استشارة هذه المواضيع، واتخذنا قرار بأننا سنواصل مباحثاتنا في هذا الصدد. وطبعا الحرب الأهلية في السودان، كيف نستطيع إيقاف هذا الحرب وتأثير ذلك على المنطقة، وطبعا خطط التسوية هناك. وأيضا تناولنا هذا الموضوع بشكل مفصل، وقمنا بتبادل الآراء، وفي هذا الموضوع سنزيد استشاراتنا، واتخذنا قرار العمل المشترك هنا. في الأراضي المحتلة استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف جديد لقوات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف مسيرة إسرائيلية لمنطقة الفالوجة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهد 3 مواطنين وأصيب 30 مواطنا جراء قصف إسرائيلي
استهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لمدينة غزة. كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد أحد الأطباء وإصابة نجله بعد استهداف الاحتلال لعيادته في مخيم لبريج وسط قطاع غزة. قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن تصويت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي باستعمال الفيتو موقف مخيب للآمال ومؤسف ومخزن وغير مسؤول غير مبرر. هذا كما اعتبر الرئيس الفلسطيني أن الولايات المتحدة خرقت جميع القوانين الدولية وأخلت بكل وعود حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة، وسمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الفلسطينية الوطنية، مشددا على ضرورة أن تدرك واشنطن أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء لن يسمح لأحد بتجاوزها. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقالت متحدثة اليونيسف أن إصابات أطفال غزة تنوعت ما بين المدمرة الناجمة عن الغارات الجوية والصدمات النفسية جراء وقوعهم في اشتباكات عنيفة، مشيرة إلى أن قصص أطفال غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الإنسانية للعدوان الإسرائيلي على القطاع. استنكر البرلمان العربي المواقف المخزية التي تتبناها الكثير من الحكومات الغربية إزاء الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وخلال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، قال رئيس البرلمان عادل العسومي إن هذا الموقف غير المسبوق للمجتمع الدولي أمام الاحتلال، ينزع المصداقية عن قوة القانون ويأذن لقانون القوة لأن يسود بكل ما يحمله من تداعيات كارثية على منظومة المجتمع الدولي. الشعب العربي الفلسطيني وفي لأبناء أمته، ووفي لقضيته، ووفي لشهدائه، ووفي لعهده ووعده في أن النصر الفلسطيني قادم بتحقيق قيام دولته الفلسطينية الحرة والسيدة، وأن هذه الأرض لأهلها، وأننا سنعود، وأن الشعب الفلسطيني الآن لم يعد بالإمكان لا تهجيره ولا إبادته ولا القضاء عليه. نحن ثابتون في هذا الكون وفي هذه المعمورة وعلى أرضنا، وسنحقق أهدافنا طال الزمن القصر. بعد نشوء الحرب على غزة، بعد 7 أكتوبر، قامت دولة الاحتلال ب 23/11/2023 بإعطاء منح رخص تراخيص تنقيب واستخراج للغاز 62% منه يقع في المياه العائدة للسلطة الفلسطينية والتي تم ترسيمها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة. الحفاظ على الثروات الطبيعية والمعدنية العائدة للدول المحتلة لا يجوز اختراقها أو خرقها، فلا بد من تسليط الضوء على ذلك ومخاطبة الاتحاد البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول العالم، لأنه احنا بنعرف انه كمان بال2016 صار في انتهاكات في حوض الرنتيس من قبل دولة الاحتلال واستخراج الغاز من قبل شركات إسرائيلية، فبعتقد أنه كمان يجب إظهار هاي الدراسات التي توضح مدى الخطورة وحجم الخسائر التي تتعرض لها دولة فلسطين جراء التنقيب واستغلال كل هذه الموارد وبيعها للخارج. شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث رفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كما دعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة
وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال، منددين بالإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين في القطاع. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد سائق مركبة إسعاف برصاص المستعمرين في قرية الساوية جنوب نابلس، كما أصيب فلسطينيان برصاص المستعمرين في نفس القرية. كان عشرة المستعمرين قد هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية. قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد من خلال عدوانها المتواصل لليوم الثاني على محافظة طول كرم، تعمد إلى تدمير البنية التحتية لاقتصاد المحافظة وخاصة في مخيم نور شمس شرقي مدينة طول كرم. وبحسب الرصد الأولي لمديرية الوزارة في المحافظة، فإن التدمير المستمر شمل تجريف الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وتدمير منازل سكنية ومنشآت تجارية بين دمار جزئي أو كلي، علاوة على خسائر مادية في الممتلكات الخاصة بالمواطنين. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين من بينهم أحد أفراد الجيش العراقي في انفجار داخل معسكر كالسو شمالي محافظة بابل. وذكرت الخلية في بيان أن الانفجار حدث بالمعسكر الذي يضم مقرات لقطاعات من الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي. أضافت أن الدفاع المدني في بابل بذل جهودا كبيرة منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث. وذكرت الخلية أنه لم تكن هناك أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في الأجواء عند وقوع الانفجار. أما في لبنان فتجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات جنوبي البلاد، وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي عيت الشعب وكفركلا تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران سترد على الفور إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحها. وقال أمير عبد اللهيان إنه إذا أرادت إسرائيل القيام بمغامرة أخرى وعملت ضد مصالح إيران فإن رد طهران التالي سيكون فوريا وعلى أقصى مستوى. في الصومال أعلن الجيش مقتل 50 عنصرا من حركة الشباب في عملية عسكرية في القرى الواقعة على طول نهر جوبا. وأوضح الجيش الصومالي أن القوات المشاركة في العملية أحبطت عددا من الألغام الأرضية على مدار الأيام القليلة الماضية.
أعلنت الرئاسة الموريتانية دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في 29 من يونيو القادم. أوضحت الرئاسة الموريتانية أن افتتاح الحملة الدعائية لانتخاب الرئيس سيكون بداية من 14 وحتى 27 من يونيو. هذا وبلغ عدد الناخبين الموريتانيين في آخر انتخابات برلمانية العام الماضي 1.5 مليون ناخب. على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق بيلغورود. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي إسقاط 213 طائرة أوكرانية بدون طيار في عدة مناطق واعتراض 5 قنابل ذكية فرنسية الصنع. كما تم الإعلان عن التصدي لعدة هجمات أوكرانية في لوهانسك ودونيتسك. تصعيد كبير في العمليات القتالية تشهده أوكرانيا وروسيا في ظل تقدم روسي ومحاولات من كييف لاستعادة زمام الأمور. وفي محاولة للرد على الهجمات الروسية، أكدت أوكرانيا أنها شنت هجوما كبيرا بالطائرات المسيرة على روسيا واستهدفت منشآت الطاقة التي تدعم إنتاج الصناعات العسكرية الروسي. وأضافت كييف أنه تم قصف ما لا يقل عن 3 محطات كهرباء فرعية ومستودع وقود في عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والمخابرات العسكرية وقوات خاصة. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي شن عشرات الضربات الشاملة على البنية التحتية العسكرية والطاقة الأوكرانية ومستودعات الأسلحة وأهداف أخرى. وأضافت أن الجيش الروسي دمر أيضا طائرات مقاتلة أوكرانية من تراز ميج 29 وطائرات نقل عسكرية من تراز أنتونوف 26 في مطار أوكراني. كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية عددا من الصواريخ والقذائف الصاروخية والقنابل الجوية والطائرات بدون طيار الأوكرانية. ولأن الطائرات المسيرة هي القاسم المشترك في الهجمات، فقد أعلن وزير الدفاع الروسي أن بلاده قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات بدون طيار والأنظمة الآلية. وخلال تفقده للأسلحة النارية والطائرات بدون طيار في منطقة موسكو العسكرية، أشار شويغو إلى أن المركز سيكون بمثابة رابطة لمختلف المؤسسات والمختبرات المشاركة في تطوير وإنتاج الأسلحة المتقدمة. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل متعمد وبإصرار بمطاردة الصحفيين الروس وجعلهم أهدافا لها. كما أعرب بيسكوف عن تعزيه في وفاة مراسل أزف 6 العسكري سيميون ياريومين، والذي لقي مصرعه متأثرا بجراحه بعدما أصيب بذخيرة أطلقتها طائرة أوكرانية بدون طيار. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن منطقة جنوب المحيط الهادئ يجب ألا تصبح ساحة للتنافس بين القوى العظمى، مشيرا إلى أن مساعدة بكين للدول الواقعة هناك ليس لها أي شروط سياسية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من بابوا غينيا الجديدة خلال زيارة إلى البلاد، أكد وزير الخارجية الصيني استعداد بكين للاستمرار في التواصل رفيع المستوى مع بابوا غينيا الجديدة وبدء مفاوضات لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة بأسرع وقت ممكن. أعربت باكستان عن رفضها لما وصفته بأنه استخدام سياسي لضوابط التصدير بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 4 كيانات صينية وبيلاروسية بزعم التورط في دعم برنامج الصواريخ البالستية الباكستانية من خلال توريد مواد يمكن استخدامها في صناعة الصواريخ. وقالت الخارجية الباكستانية إن مثل هذه الأساليب التمييزية والمعايير المزدوجة تقوض مصداقية أنظمة عدم الانتشار وكذلك أهداف السلام والأمن الإقليميين والعالميين من خلال تعزيز التباينات العسكرية.
أظهرت وثائق نشرها الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الحكومة بتقديم مقترحات لتسهيل تجارة الحبوب مع دول أخرى من بينها الهند والصين. يهدف مقترح تبادل الحبوب الذي يشمل أيضا البرازيل وجنوب أفريقيا في إطار الدول التي تشكل مع روسيا مجموعة بريكس إلى السماح للمشترين بالشراء مباشرة من المنتجين. كما أمر بوتين الحكومة بالشروع في إجراءات إضافية لدعم المزارعين من بينها توفير التمويل والتأكد من إتاحة إمدادات البنزين والديزل. أعلن مجلس الوزراء وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن ذلك يأتي تيسيرا على الأخوة الأقباط خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات. وتوجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة للأخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد، متمنيا دوام التقدم لمصر في مختلف المجالات. أعربت كريستالينا غورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أعلنت عن التزام الصندوق الثابت بدعم مصر في مواصلة سياساتها الاقتصادية، وأشادت غورجييفا بتقدم مصر في أجندتها الإصلاحية. عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا لاستعراض التعليمات الخاصة بسري أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024، والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية لها في 25 مايو المقبل. أكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بامتحانات الدبلوم الفنية وتوفير الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح. هذا وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي 2023 والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية. كما شدد الوزير على أهمية تأمين اللجان وتطبيق كل الإجراءات المتعلقة بضبط لجان سير الامتحانات وإجراء التفتيش الدقيق، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. أعلنت وزارة التموين تشكيل لجنة عليا للمخابز السياحية والأفرنجية، وذلك لدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي الحر. كما أعلنت الوزارة إعادة النظر في التكلفة كل 3 أشهر أو كلما اقتضت الضرورة لذلك. هذا وأعلنت الوزارة أن اللجنة ستجتمع مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. أعلنت وزارة التموين خفض أسعار الزيوت بنسبة 14% إضافية عن الانخفاض الأخير ليصل إجمالي نسب التخفيض على الزيوت إلى 36%. أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن سعر زجاجة زيت الخليط 1 لتر يبدأ من 65 جنيها في الأسواق، وأكدت أن شركات صناعة الزيوت تحرص على مواكبة التطورات في الأسواق المصرية وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدار يومين في عزب 8 التابعة لمركز كفر سعد. شهدت القافلة توقيع الكشف وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان في 11 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.
القافلة هنا بتقدم للمرضى خدمات الكشف والعلاج بالمجان. معنا كمان معمل متكامل فيه أكتر من 40 تحليل. معنا قسم للأشعة السونار والأشعة العادية. الصوت اللي موجودة معنا النهاردة في القافلة زي البطنة، الأطفال، العظام، الأسنان، الرمد، الجلدية، الأنف والأذن والنساء وتنظيم الأسرة كمان. كل خدمات القافلة خدمات مجانية من أول قطع التذكرة. التذكرة المريض بيقطعها بالرقم الخام الخاص بيه من شباك التذاكر، بعدها بيتوجه للعيادة المطلوب الكشف فيها. الطبيب يكشف عليه لو هو شايف ان المريض محتاج عشان يستكمل قراره ناحيته محتاج تحليل فبيتعمل في المعمل. لو الطبيب شايف برضو ان المريض محتاج أشعة بتتعمل في قسم الأشعة. مفعلين برضو الثقافة الصحية فبنقدم للمريض ندوات تثقيفية فيما يخص صحته وصحة أولاده. كمان من خلال القافلة مفعلين الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر. مفعلين برضو نظام الإحالة للمستشفيات المركزية، زي مثلا لو المريض اللي حضر القافلة محتاج ان هو يتعمل له خدمة مش موجودة في القافلة، عملية جراحية او ما الى ذلك، بنحول له لأقرب مستشفى عشان يقدر ياخد الخدمة فيها. برضو مفعلين نظام استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى اللي محتاجين استصدار القرارات. انا كشفت مسالك وكشفت عظام والناس ادونا علاجنا وناس محترمة وقبلنا مقابلة حلوة، فرولنا حياة كريمة وفيها جميع التخصصات من الأطباء، وبنشكر جميع الخدمات اللي هم وفرها لنا. جايين النهاردة نكشف على جميع التخصصات، أسنان، بطنة، كل حاجة موجودة. وبرضو بنوجه رسالة لسيادة الرئيس إن إحنا فخورين بيه وبوجوده في وسطنا. تعادل الأهلي سلبيا مع مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. تقام مباراة الأهلي ومازيمبي في استاد القاهرة الدولي في 26 من إبريل في تمام 9 مساء. أما في كرة القدم الإسبانية فيستضيف فريق ريال مدريد غريمه وبرشلونة في 9 مساء الأحد في لقاء الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني. يتصدر الريال صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 78 نقطة، فيما يأتي برشلونة وصيفا برصيد 70 نقطة. بكلاسيكو الأرض وصلنا بكم لعناوين هذه النشرة. رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم معدلات الصادرات المصرية إلى الخارج. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، منفذ رفح يكثف عمله لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة ولمرور المصابين والعالمين. وشكري يؤكد العمل مع تركيا لتحقيق الاستقرار بالمنطقة ويعبر عن قلق مصر من التصعيد القائم. ولمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات محمد الرميحي وهذه تحياتي أنا دارين مصطفى. حتى نلتقيكم من جديد نترككم في أمان الله.